الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مرافق الزرقاء حتى وقع الدار على نبش فيتاني هذا في بلاد مريفات انت حاجة فيتاني غير بالفلوس تكون لها شيء عندها عريس وشكل كل هلا لعيني حالة حالة كيسة موني نبلد زجين تفاقار يا واي حتى يكش من ناش من تكفا يلا تكفا ولا تكفا باش ما تزوج ايوا عدتكم الله خيرتي انا كان خصني نقولي انت انا بابا شكون هو وشو كيدير وكيفاش عايشين ولكن حاجه وحده عاقل عليها زعما بالضبط بالضبط شنو قلت لي فهادشي كامل ما عقلتش ولكن حاجه وحده عاقل عليها بالضبط ما عمر لي ما نسى 20 درهم ما خرجتش ليهم في فمي عبد الرحيم عبد الرحيم اللي بيع عليا التراكتور ديال الصاله الفريحه قدامي هو ديكا هي من اخر يعني الانتاجات الفنيه ديالنا ديال 2016 2017، مسرحيه اللي يعني حققت واحد النجاح كبير في المغرب، مسرحيه اللي نالت اعجاب الجماهير. الان حنا كنشهدوا هذا العرض بمدينه الجديده في اطار مهرجان الضحك، يعني حنا ما تفاجئناش بهذا الجمهور لان حنا كنعرفوا جمهور مدينه الجديده، جمهور اللي ما عندناش معاه مشكل، جمهور ذواق، جمهور يعني كيتمتع معاك بالعرض في كل لحظه بلحظه، جمهور اللي عنده واحد الحاجه سميتها الاصغاء، اللي كيتصنط وكيضحك في لي مومون اللي خصو يضحك. فاحنا دائما لما كنكونوا جايين للجديده كنعرفوا اننا جايين نلعبوا في واحد التيران اللي ديالنا، التيران اللي كيتجاوبوا معنا الناس، لانه صعيب كاين بعض يعني بعض الاماكن اللي كاين الجمهور اللي ما كيقدرش يتجاوب معك، فإلا ما تجاوبش معك الجمهور فالعرض ما كيكونش ناجح 100%. فمدينه الجديده عندنا تجربه ديال 4 سنوات وخمس سنوات، كل سنه كنجيبوا عرض مسرحي، فدائما نفس الاجواء، نفس الاحتفال، نفس المتعه مع الجمهور الجديدي. فشكرا لهم وشكرا للمهرجان اللي فكر فينا، المهرجان اللي احنا شاهدنا البدايه ديالو وحضرنا لها. فهاد الدوره هذه كتحس بانه كاين تقدم، كاين واحد التطور لا في التنظيم ولا في يعني في البرمجه ديال العروض ولا في الانشطه اللي كتقام بموازاه مع المهرجان. فكنتمنوا ان الدوره الجايه تكون احسن، لانه دابا الان المهرجان لما كيوصل لواحد المستوى فكل دوره كتجي وكتصعب عليه، كيبدا يفكر في الدوره السابقه وكيبغي يعطي الاحسن ويدير برمجه احسن. فكنتمنى لاداره المهرجان التوفيق والنجاح والاستمراريه، ونتمنى ان شاء الله اننا العام الجاي نكونوا ضمن البرنامج ديال السنه المقبله وبعرض جديد. لا بغيت نقول لكم الكبار ديال لافوا هذوك خصهم واحد النهار كامل وانا كندافع عنه وكتقلع عليا مشاو لعساسه ماشي شي حروبيه اكلك طيب بها البطاطا باش تفرج انتيا؟ انا تفرجت في واحد الفيلم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.